السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انقلاب الشاحنة واحتراقها تماما بالطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين ولايتي سطيف وقسنطينة، بالضبط بعد محول العلمة اتجاه قسنطينة. كما شهد مكان الحادث حركة مرور جد بطيئة، وحسب المعلومات لم تسجل أي خسائر بشرية والحمد لله. أفراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني بالعلمة رفقة الحماية المدنية بمكان الحادث، وهذا من أجل القيام بالإجراءات اللازمة وتسهيل حركة المرور.